على أنغام التراث الإماراتي. مشاهدينا الكرام، مساء عليكم بالخير وأهلا وسهلا بكم في تغطيتنا الخاصة والحصرية لأيام الشارقة التراثية التي تقيمه إمارة الشارقة لإحياء التراث والعادات التقاليد الإماراتية بمشاركة 31 دولة عربية وأجنبية. مشاهدينا، الأجواء جدا جميلة هنا في القرية التراثية في إمارة الشارقة، لا زال الجمهور يحضر وبشكل كبير لينتظر الفنون الشعبية الإماراتية والفنون التراثية الخليجية أو حتى العربية أو الأجنبية. مشاهدينا، في بداية مسانا أحب أرحب بضيفنا الصحفي السعودي سعيد الزهراني. الأستاذ سعيد، مساك الله بالخير ونرحب فيك معنا في تغطيتنا الخاصة لأيام الشارقة التراثية، ونمسي عليك بألف خير في دولتك الثانية. الله يحييك، حييك صديقي العزيز، وأحيي أهلي في هذا البلد العزيز والغالي في الإمارات الشقيقة، وحيي أهلي في هذه الشارقة المشرقة بالثقافة وبالتراث وبالإبداع وبالتألق وبالجمال، وحيي مشاهديك وفخور بهذا اللقاء. الله يطول عمرك، لنا الشرف استضافتك اليوم معنا في أيام الشارقة التراثية. طبعا نتكلم أول شيء عن القرية التراثية وأيام الشارقة التراثية، كيف شفت الأجواء؟ بما أن قبل الحلقة كنت أسولف معاك قلت لي أنا صار لي يومين هنا في مدينة الشارقة، كيف الأجواء بشكل عام، الأجواء التراثية هنا في إمارة الشارقة في أيام الشارقة التراثية؟ أيام الشارقة التراثية تعبر عن سلوك إنساني نبيل وراقي للغاية. نعم، يتجه للإنسان من خلال تقدير الموروث العميق للأجيال التي حفرت في الصخر وعانت على مدى سنوات وأجيال وحقب. نعم، إلى أن وصل الإنسان بتكوينه الحالي، فهذه الامتدادة التاريخية تعيد وتذكر بما كان في السابق. نعم، من جهود وبما كان من أشكال الحياة المتعددة. نعم، هذه الأيام تؤطر وتعبر عن الماحة والفاتة مميزة وإنسانية وبليغة وثقافية عميقة جدا. نعم، أعبر بصدق عميق عن امتناني لحكومة الشارقة ولكل الجهات المشاركة في تنظيم هذه الفعالية الرائعة. نعم، جميل. مشاركة 31 دولة هنا اليوم في أيام الشارقة التراثية، هذا التبادل الثقافي للعادات والتقاليد والموروث لكل دولة، كيف شفت اليوم في ظل هذه الأجواء الجميلة هنا في إمارة الشارقة؟ هو يعبر عن مسارين، الأول هو مدى اعتداد الشارقة والإمارات بشكل عام بموروثها التراثي والتاريخي والشعبي. نعم، الجانب الآخر يعبر عن مدى احترام القادة والمسؤولين في هذا الكيان العظيم عن تقديرهم للثقافات الأخرى ولثقافات الشعوب الأخرى والحضارات الأخرى، وبالتالي خلق هذا المزيج من التنوع. نعم، ومن التعدد ومن الثراء الإنساني العام في الجانب الحضاري والتراثي. جميل، نتكلم عن مشاركة المملكة العربية السعودية الشقيقة دائما لدورة الإمارات العربية المتحدة على كل المستويات، اليوم على المستوى الثقافي الحضاري للمملكة العربية السعودية، لو تكلمنا عن مشاركتكم هنا في أيام الشارقة التراثية. هي امتداد طبيعي ومتوقع للتوأمة. نعم، العظيمة بين هذين الكيانين العزيزين المملكة والإمارات قيادة وشعبا. نعم، وثقافة وموروثا وحضارة وتراث. نعم، السعودية اليوم تشارك بمحبة شديدة وباعتزاز عميق في هذه المناسبة التراثية الغالية والجميلة والمبهجة من خلال أكثر من جناح، يحضر جناح السعودية والأمارات. نعم، تراث وذكريات، يحضر جناح أيضا للفنان السعودي عبد العزيز المبرز. نعم، وهو فنان تشكيلي يقدم لوحات تعبر عن هذه التوأمة. تحضر فنانتين سعوديتين. نعم، من خلال فن القطل العسيري. نعم، والكثير من الفعاليات التي يعني يصعب إحصائها في هذا اللحظة. جميل، يعني تكلمت عن مشاركات كثيرة للمملكة العربية السعودية. صحيح، في هذه السنة الأيام الشارقة التراثية. صحيح، ما الذي يميز تراث المملكة العربية السعودية عن غيرها؟
يعني احنا في دول الخليج، في دوله الامارات، في سلطنه عمان، في الكويت، في البحرين، في المملكه العربيه السعوديه، يعني في تشابه كثير للعادات والتقاليد وحتى التاريخ التراثي، لكن دائما كل دوله يميزها شيء، تتميز بطابع اخر. ما الذي يميز المملكه العربيه السعوديه؟ هو مثل ما تفضلت صديقي العزيز، النسيج العام في الجزيرة العربية. نعم. هو نسيج متشابه ومتداخل، وهو امتداد طبيعي لأشكاله الأخرى. نعم. الفوارق والمحددات الخاصة نجدها بشكل سطحي وغير عميق. نعم. هي ثقافة واحدة وموروث واحد وتراث واحد وهوية واحدة أيضا. نعم. وعلى هذا الأساس تأتي الثقافة والموروث في السعودية. نعم. السعودية يميزها بشكل عام هذه الوحدة التراثية العامة، مع وجود تفصيلات في 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 الهويات الخاصة. نعم. جنوب المملكة وشمالها. صحيح. وشرقها وغربها ووسطها، تخلق حالات خاصة من التراث ومن الثقافة، وبالتالي تشكل ثراء وتنوع. نعم. في هذه النسيج الثقافي العام. أكيد طبعا، مثل هذه المهرجانات التي تقام سواء كانت في دولة الإمارات العربية المتحدة أو حتى في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال مهرجان الجنادرية الذي يقام سنويا في المملكة، وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا في هذا المهرجان بشكل سنوي. هذا الترابط الثقافي، هذه المحبة والود والاحترام والتقدير بين الدولتين نشوفه على جميع المستويات، ونشوفه اليوم على مستوى الثقافة والتراث بشكل عام. يعني لو نتكلم عن هذا الجانب، دائما دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية يشاركون دائما في الثقافة، سواء كان في المملكة العربية السعودية أو حتى في دولة الإمارات. ماذا يعني هذا للمواطن السعودي أو حتى المواطن الإماراتي؟ يعني سبقت الإشارة قبل قليل إلى توأمة، وهي تحمل هذا التوصيف الدقيق للغاية. حتى ممكن يكون تبادل ثقافي بين البلدين. هي توأمة ولدت على مستويات يعني شاملة وكاملة. نعم. بدأت بالسياسة، ثم الثقافة، ثم التاريخ، ثم الحياة الاجتماعية، ثم الاقتصاد، ثم الرؤية المستقبلية، وفوق هذا وذاك توأمة المصير الواحد والمشترك. صحيح. بين البلدين. نعم. ونسأل الله أن يحفظ قادتنا في هذين الكيانين العظيمين، وأن يعزز هذا التناغم الفريد ما بين السعودية والإمارات. نعم. اليوم عندما يحصل هذه التوأمة، عندما تتشكل وتنمو وتزدهر وتتطور وتستديم بحول الله، تصبح بشكل من أشكال الاستدامة. نعم. فهي بالتأكيد نابعة من شراكة في الثقافة، تجانس في الوعي، تجانس في الهوية، تجانس في الآراء، تجانس في المواقف، وبالتالي من الطبيعي أن تتشكل هذه التوأمة وأن تنمو وتزدهر وتمتد بحول الله. أكيد طبعا، علاقة المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات علاقة كبيرة جدا على جميع المستويات، مثل ما ذكرت الأستاذ سعيد الزهراني. مستمرين معاك ضيفنا الكريم، لكن راح نروح لزميلنا وديع ليعرفنا على ركن من أركان القرية التراثية. مساك الله بالخير وديع، والكلمة إليك. مساء النور زميلي يعقوب، وأكيد أمسي بالخير على كل مشاهدينا ومتابعينا من قناة الشرقية من كلباء. طبعا مستمرين بتغطياتنا لأيام الشارقة التراثية، والحين نحن متواجدين في البيئة الزراعية، وبنتكلم أكثر عن حرفة صناعة الزفانة، وبيكون معانا الوالد عبيد حسن الكعبي. حياك الله الوالد. الله يحييك، طول عمرك. الوالد، خبرنا أكثر عن إسهاماتكم في أيام الشارقة التراثية. والله مشاركتنا في الشارقة التراثية حق الدعون، حق زفانة الدعون، نزفن الدعن، نزفن الدعنية، نزفن الباب، نزفن القطوف الدعن اللي هو يسموه حق يسموه القطيعه، وهذا كله نزفنه. طبعا هاي يسموها الدعنيه تكون من خمسه اشخاص يزفنوها، ثلاثه اللي هي خلايات واثنين طلقيات، هاي اسم المزافن. حق العريش هذا يستخدم حق العريش اللي هي الدعنيه، اما الدعن يستخدم في العريش، يحطوه فوق السقف ويحطونه في البرد الخلفي، اما الدعنيه تكون امام العريش من قدام ومن جهه الجنوب، جهه الشمال يمين اللي كان في اليسار يمكنوها عسى تكرم فيهم يحطون ماي حق الحرمات، جدد
تسبح يكون في العرش. الحين هاي كم تحتاج وقت لحد تتم صناعتها؟ صناعتها يوم تكون جاهزه ساعه ونص، يوم يكون كل شيء جاهز، الخوص جاهز، الحبال جاهز، العمال اللي يشتغلوا جاهزين، ساعه ونص. الحين هي شو تستخدم؟ لشو تستخدم؟ هذا حق العريش، دعنيه حق العريش، حق عريش القير. اما الدعن هذاك هو الدعن. الحين شو فرق بين الدعنيه والدعن؟ فرق صف الخوص، صف الخوص جهه واحده هذا الدعنيه، اما الدعن صف الخوص بصوبين يكون مزافن اثنين اللي هم السن والسن، اما هذا سن واحد بيكون. وصف الخوص في اللي هي الخلايات وطلقيات، هذا تبع الدعنيه. اما الدعن بالصوبين، واحد منه هذا يرد الخوص منه وهذا يرد منه، اما هذا لا، تكرم تدخيل الخوص جهه واحده وتدخيل في المزافن الثلاثه. يعني تم تقريبا تحتاج وقت الى خمس ساعة يوم ونص. هذه خدمة؟ هي. لا ساعتين ساعة ونص تخدمها، يوم يكون شغلك كله جاهز، يعني الخوص مشروط من النخل مويز مورد بالماي، تسحله تولمه، يعني في ولم يمين وفي يسار الخوص، هذا ما كله يعني جهة واحدة. والحين هذا شو يسوي؟ هذا زفانة، هذا مزفن. هذا لشو يستخدم؟ هذا يستخدم له حق الخوص، نحط فيه الخوص ونزفنه. حق هذه زفانه، بس يكون خمسه اشخاص بنسوي لكم، اذا تبون نسوي لكم على اساس نجيب الجماعه كيف يزفنوا. وفي هذا الدعنيه طبعا لازم تعلق فيها اربع خمس زورات في الوسط على اساس يدخل الهواء. تهويه هذه لا ما هو قهويه، تهويه نفس المكيف، اول ما كان زمان المكيف هذا يدخل عليك الهواء البارد يعني في الدعنيه، هذا حق العريش. نشكرك الوالد عبيد حسن. الله يبارك فيكم ونشكركم على الزيارة ويبارك الله فيكم. والآن مشاهدينا عودة للاستديو مع الزميل يعقوب. شكرا للزميل وديع اللي عرفنا على البيئة الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة وماضي آبائنا وأجدادنا في هذا الجانب وهو جانب البيئة الزراعية. مستمرين معاك الأستاذ سعيد الزهراني. طبعا كنا نتكلم عن دور الثقافة في حياتنا اليومية ودور الثقافة بشكل عام على المجتمعات. من خلال حديثي معاك استخلصت سؤال جدا مهم وهو دور إمارة الشارقة في إحياء التراث الإماراتي أو حتى مثل المهرجانات التي تقام في إمارة الشارقة لإحياء التراث الإماراتي، لإحياء التراث الخليجي أو حتى الأجنبي، بما أن 31 دولة مشاركة هذه السنة في أيام الشارقة التراثية. إمارة الشارقة يعني كما هو واضح اختطت لنفسها مسار واضح ومميز وبدأت تعمل عليه بوصفه مشروع لمباشرتها للفعل الحضاري في الحياة. نعم. وهو المشروع الثقافي، الثقافة بمفهومها المتعدد، بتفريعاتها المتعددة من فنون ومن آداب ومن إبداع ومن تاريخ ومن تراث ومن حضارات وما إلى ذلك. نعم. يحسب لهذه الإمارة المشرقة عنايتها بمشروع الثقافة الإنساني، بل وعنايتها الخاصة بمشروع الثقافة الخليجية والعربية وتقديمها. نعم. في مقابل الحضارات والثقافات العالمية. نعم. جهود الشارقة يعني تذكر دوما وتشكر. نعم. قبل أيام اجتمعت تشرفت بلقاء مع الدكتور عبد العزيز المسلم. نعم. وتحدث بإسهاب وبتعمق عن دور الشارقة في تقديم الثقافة. نعم. وفي إبراز الوعي الثقافي وفي تفعيل البعد الثقافي في حياة الأجيال وفي حياة الناس. نعم. بصدق عميق لو كانت هنالك جائزة عالمية للثقافة لفازت بها الشارقة دون جدال. نعم. طبعا مستمرين معاك الأستاذ والصحفي سعيد الزهراني، لكن إن شاء الله راح نطلع لفاصل قصير يا سعيد ومشاهدينا وراجعين لكم، ابقوا معنا.
ارشف يرمز الانسيام. خبوها البرقلوية عدي قال خبوها عدي ممنوع. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، مستمرين معاكم في تغطيتنا الحصرية لأيام الشارقة التراثية لهذا العام، مستمرين معي أيضا مشاهدينا الكرام مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ والصحفي سعيد الزهراني. طبعا راح نتطرق لجانب احياء التراث لدى الاعلام، كيف ممكن يكون دور الاعلام مهم جدا في احياء التراث، الاحياء التراث بشكل عام سواء كان التراث الاماراتي او حتى التراث الخليجي. دور الاعلام جدا مهم، فلو تكلمنا عن هذا الجانب. يعني بلا شك مثل ما تفضلت، الاعلام ركن اساسي لنجاح اي مشروع. نعم. ولدينا في الإعلام قاعدة أساسية، إذا سقطت شجرة في الغابة ولم يرها أحد فهي لم تسقط، كناية عن أهمية وجود الإعلام في نقل الأحداث، وتعتبر السلطة الرابعة الآن. نعم بلا شك. الجديد في هذه الزاوية أو في هذا المحور يتعلق بالبيئة الاتصالية الإلكترونية الجديدة القائمة على شبكة الإنترنت ومعطياتها وتطبيقاتها وبرمجياتها الجديدة. نعم. التحدي اليوم في إيصال أي نشاط ثقافي أو سياسي أو أي كان يقوم بالدرجة الأولى على استثمار تطبيقات الاتصال الجديد، وسائل الاتصال الشخصي ومنصات التواصل الاجتماعي. أدعو كل الجهات المعنية بشؤون الثقافة والثقافة تحديدا، نعم، التي تتميز بعمق في معانيها ومضامينها، وبالتالي بحاجة إلى تبسيطات أكثر لإيصالها إلى الأجيال الجديدة، الأجيال الشبكية الموجودة على شبكات الإنترنت. فمن الضروري أن يتجه استثمار الإعلام من خلال الوسيط الإلكتروني وتقديم المادة والرسالة الثقافية والتراثية والإبداعية والجمالية بشكل عام ضمن قوالب تستجيب للقيمة أو للبيئة الاتصالية الجديدة. نعم، كلامك جرني لسؤال جدا مهم. في ظل الطفرة التكنولوجية الحاصلة في الاتصال سواء كان في برامج التواصل الاجتماعي، الانترنت، بالإعلام الرقمي بشكل عام، يعني نشوف الشباب نوعا ما أخذ طريق ثاني عن التراث بشكل عام أو حتى إحياء التراث. كيف احنا نقدر نعزز مفهوم التراث لدى الشباب، خصوصا عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، عن طريق الإعلام الرقمي الموجود حاليا في أيامنا؟ البيئة موجودة وهي البيئة الاتصالية الإلكترونية، والجماهير موجودة على هذه المنصات. نعم. الفكرة بالتالي تتلخص في كيفية توصيل المعلومة، كيفية الوصول إلى هذا الجمهور من خلال هذه الوسائل. نعم. وهذا يتطلب تصميم آليات تراعي الثقافة الاتصالية الجديدة للأجيال الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي. نعم. واحد من أهم سمات هذه الأجيال الجديدة وسمات البيئات الاتصالية الجديدة هو المباشرة والوضوح والسرعة واليسر والسهولة. نعم. يجب أن تصمم الرسالة وفق هذه المحددات الأساسية، يجب أن تصممها أن تصمم رسالة ثقافية سريعة وسهلة ومباشرة وواضحة، بعيدة عن التعقيدات. صحيح. وبعيدة عن الإشكالات التقنية، يعني بطء التحميل مثلا. نعم. كل هذه الأمور والمحددات يجب أن نستحضرها في تصميم هذه الرسالة. نعم. وهذه العملية ليست باليسيرة كما يبدو للكثير من الناس. نعم. هي تحتاج لتخطيط ولتصميم آليات وبرامج تحقق هذا الهدف. أكيد طبعا. وكيف نقدر احنا نوصل المعتقدات والعادات والتقاليد بشكل عام في الماضي للأجيال القادمة أو حتى الأجيال الحالية؟ على سبيل المثال أيام الشارقة التراثية لها دور كبير في توصيل العادات والتقاليد من آبائنا وأمهاتنا إلى الأجيال الحالية. أهمية هذه المهرجانات التي تقام سواء في دولة الإمارات أو حتى في المملكة العربية السعودية لإحياء التراث، هي أهمية عظمى وهي غنية عن الذكر. نعم. بنسبة تقريبية لا أبالغ إن قلت 80% من الوجوه التي قابلتها في هذا المهرجان في
في هذه الأيام الثقافية المميزة المشرقة هم من الشباب. نعم. من الجنسين من يعني شباب وشابات. هم النسبة الأعلى، وهذا مؤشر مبهج. نعم. ومؤشر يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى 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 عرض المزيد من هذه الفعاليات التي تستقطب الشباب وتوجه لهم الرسالة الثقافية البليغة وتجعلهم يتماسون مع موروث الآباء والأجداد. أنا مدين بصدق عميق. نعم. للأيام الشارقة الثقافية وللجنادرية مثل ما تفضلت في السعودية. نعم. ولكل مهرجان وفعالية ثقافية تقرب الأجيال وتربطها ببعضها وتقدم لها أصالتها وتفتح لها آفاق المستقبل. نعم جميل. راح نتطرق لسعيد الزهراني بشكل خاص الآن. ماذا يعني لك التراث؟ يعني لهوية الإنسان. نعم. كلما ارتبط الإنسان بتراثه وبموروثه وبثقافته كلما ارتبط بهويته وبكيانه وبوجوده. نعم. أرجو ألا تأخذنا نيونات وبريق الحضارة والتقنية التي أنا أدرسها وأدرسها وأتخصص فيها. نعم. عن 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 تاريخنا وعن ثقافتنا وعن موروثنا. نعم. يعني سننسى وجوهنا إن نسينا ثقافتنا وموروثنا. أكيد طبعاً. اهتمامك بالتراث والثقافة بشكل عام إلى أي مدى ممكن يوصلك مستقبلاً؟ راح نشوفك مثلاً باحث تراثي في المستقبل على سبيل المثال؟ أنا أمارس محبتي للتراث وللثقافة من خلال الكتابة. يعني أنا أعمل في مؤسستين إعلاميتين في الرياض وأتخصص تحديدا في الحقل الثقافي. نعم. فأرجو أن يكون هذا كافي. أكيد طبعا. مستمرين معاك سعيد الزهراني إن شاء الله. الآن راح ننتقل إلى مراسلنا وديع. وديع الكلمة إليك مرة أخرى. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا بتغطية مختلفة من أيام الشارقة التراثية، والحين نحن متواجدين في قسم الأزياء الشعبية، بتكون معانا الوالدة أم عزان اختصاصية التراث. حياك الله الوالدة. يا مرحبا وسهلا، حياك الله. الوالدة خبرينا عن مشاركتك في أيام الشارقة التراثية. أنا ما شاء الله الحين من 16 سنة وياهم، من أول ما بدأ المهرجان لنا الحين وأنا وياهم كل سنة الحمد لله رب العالمين. الوالدة خبرينا أكثر، شو عندك في قزم الأزياء الشعبية؟ إحنا زهبة العروس عارضينا، هاي للعروس لابسينا كله ما الأول، لابس النقلس ولابس الثوب الميزع والسويعية والمرتعشة والبرقع والنيوم والوقاي المنقد، هذا كله لبس العروس الأول، ولابس الكف والخواتم هذا لبس الأول عندنا. وهنا بعد عارضين الزهبة، حاطين القطع، حاطين المزراي وبالخوص وبقليم وبطيره، وحاطين بعد المرحلة اللي هي فيها بعد الثياب قبل المرحلة بعد قبل يحطون فيها الثياب العروس. الوالدة الحين هذه كلها حرف يدوية، صناعتك اليدوية صح؟ هذا كله هنا نعم، هاي التلي قبل نشتغل بالإيد ويركبونه على الثياب، وشيء ترى مخور، المخور نحن ما نسوي المخور يدقى يعني، بس التلي بالإيد نسويه، والبادلة بعد اللي هي موجودة هاي البادلة بعد بالإيد هاي تسوى، هاي بعد تاخذ لها كم شهر لين يخدمونها حق العروس، قبل يوم يجهزون العروس قبل كم شهر لازم يجهزوا لها ثيابه، يجهزوا لها البرقع، يجهزوا لها الكندوره والثوب، يجهزوا لها البوادل، كل هذا من قبل يخدمون التلي ويقرضون البراجع، يبالي شهرين او ثلاثة شهور، هذا التجهيز قبل. نعم هذا كله قبل العرس، وعقب هذه يخيطون يبتدون قبل العرس. الوالدة شو الفرق من بينهم؟ يعني تختلف الأشياء فيها الزينة بالصناعة؟ نعم. صناعتها تختلف بالنقوشات ولا في الزينة كيف تم؟ شيء حرير وشيء أطلس وشيء هذا شيء دمعة فريد عندنا، وشيء بالربوع وشيء مزراي وشيء بالخوص، عندنا شب الليت بعد اللي هو ليل ونهار، عندنا رموش صباح، عندنا المزراي، هذا كله من ثياب العروس، السلطاني صالحني هذا كله من الاول يعني القطع الاوليه اللي هي لبس العروس، وحتى يلبسونه بعد في المناسبات قبل. ما للحين في ناس يلبسوا هذه الملابس؟ نعم نعم لين الحين في يلبسون نعم، الحين ردوا ما شاء الله يلبسون هاي الثياب نعم الاوليه والتلي والمخور، ردوا يلبسون البنات، ونحن بدورنا ان نعلم بعد، نعلمهم ونراويهم ونعلمهم كل شيء.
على عاداتنا وعاداتنا وتقاليدنا ما ننساها. يعطيك العافيه الوالده ما قصرت يعني. الله يسلمك حياك الله مشكور. والان مشاهدينا عوده للاستديو لاستكمال فقراتنا مع الزميل يعقوب. طبعا نشكر الزميل وديع اللي عرفنا على الاعمال اليدويه التي تقام هنا في القريه التراثيه للايام الشارقه التراثيه والملبوس والموروث الاماراتي. مستمرين معك الاستاذ والصحفي سعيد الزهراني. طبعا راح نتكلم على جانب المناهج، ممكن المناهج ممكن يكون لها دور قوي وكبير في تنمية الموروث الثقافي في كل الدول بشكل عام. بالتأكيد المنظومة التعليمية هي احدى طرائق تعزيز الفعل الثقافي والحضاري والتراثي لدى الأجيال. احد هذه الأشكال أن تنظم المدارس والمؤسسات التعليمية وربما وحتى الجامعية أيضا، نعم، رحلات وزيارات لمثل هذه الفعاليات عندما تقام. أيضا أن تضمن ضمن المناهج الدراسية وربما التاريخية، نعم، ما يعبر وما يربط هذه الأجيال الناشئة والشابة بموروثها وبهويتها وبثقافتها العميقة بتأكيد شيء أساسي وسينعكس إيجاباً على تشكيل الهوية المميزة للبلدان وللمجتمعات. نعم سعيد الزهراني، كلمة أخيرة توجهها للمشاهدين. أعبر عن امتنان شديد لإمارة الشارقة وللدكتور عبد العزيز المسلم ولصديقي العزيز أبو يوسف، نعم، ولكل الأصدقاء والقائمين على هذا هذه الفعالية المميزة. شكرا جزيلا لأهلي في الشارقة ولأهلي في الإمارات العزيزة، وإلى لقاءات تمتد بحول الله. وشكرا لك أيضا على حضورك معنا الصحفي سعيد الزهراني، وتشرفنا فيك اليوم ونرحب فيك في دولتك الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة. ألف شكر طال عمرك. شكرا لك. مشاهدينا الآن ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، مستمرين معاكم لنقل فعاليات ايام الشارقه التراثيه. والان دعوني ارحب بضيفتنا في الاستوديو رئيسه لجنه المعارض والمقتنيات في ايام الشارقه التراثيه الاستاذه ذكريات معتوق. الاستاذه ذكريات مساك الله بالخير، ونرحب فيك في تغطيتنا الخاصه لايام الشارقه التراثيه. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. جميل، اول شيء نتكلم عن المعرض بشكل عام. يحظى المعرض باهتمام كبير من إمارة الشارقة من صاحب سمو حاكم الشارقة. هناك معارض كبيرة ومقتنيات كثيرة في هذا المهرجان. لو تكلم عن معارض موجودة اليوم عندنا في أيام الشارقة التراثية في القرية التراثية المتواجدة في إمارة الشارقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن في أيام الشارقة التراثية حريصين جدا على أن نتكاتف كلجان متخصصة في معهد شارقة للتراث، وأنا كرئيس لجنة المعارض وبدوري كمدير إدارة المعارض والمقتنيات في معهد الشارقة أحرص سنويا على استضافة مجموعة من المعارض. جميل. لاحظنا مؤخرا أن وجود مثل هذه المعارض تضيف الكثير لأيام الشارقة التراثية كمهرجان تراثي. نعم. هناك الكثير من المثقفين، وهناك الكثير من محبي الفن، وهناك الكثير أيضا من المطلعين حول العالم على مثل هذه المهرجانات. هذه المعارض تستقطب هذه النوعية من الأشخاص والزوار. نعم. احنا طبعا في كل عام وفق خطه معينه نقوم بوضعها نستضيف مجموعه من المعارض، ومثل ما حدث في هذا العام نحن لدينا ثلاث معارض رئيسيه. جميل، نتكلم عن هذه المعارض التي تقام لهذا العام. طبعا المعرض الرئيسي هو معرض زايد، وهو طبعا تزامنا مع احتفال الدوله بعام زايد رحمه جميل. الله عليه. آمين. هذه المبادره طبعا باشراف مكتب المؤسس
التابع لوزارة شؤون الرئاسة في أبو ظبي، وطبعا الإخوة في هذا المكتب قاموا مشكورين بتزويدنا بجميع الوثائق المطلوبة، بجميع المادة المرئية والمسموعة والمكتوبة. المعرض عبارة عن مكان متكامل يحكي قصة هذا الرجل العظيم في ودوره في بناء نهضة هذا البلد الجميل منذ قيام الاتحاد إلى الآن. طبعا تم تصميم المعرض على شكل مسجد الشيخ زايد رحمة الله عليه، حيث أن هذا المكان الآن يعني لا أهمية خاصة ولا قيمة خاصة في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء. لذلك في هذا المكان الذي يعتقد الكثير أنه مسجد في الأيام، يتفاجأ بصوت الشيخ زايد رحمة الله عليه وبصور كثيرة تبين مسيرته في نهضة الدولة. جميل. بما أننا نتكلم عن موروث الثقافة الإماراتي والتراث الإماراتي والعادات الإماراتية، الشيخ زايد رحمة الله عليه يعني له مقولة شهيرة، اللي ما له ماضي ما له حاضر. صحيح. من خلال هذا المعرض كيف يتم تعزيز أهمية التراث الإماراتي لدى شباب اليوم وحتى الجيل الحالي؟ نعم، المعرض يلقي الضوء على المسيرة التي بدأت في ظروف صعبة جدا. نعم. تحدي الصحراء، تحدي الظروف، الموارد، قلة الموارد في هذه في الفترة اللي بدأ فيها الاتحاد، صعوبة الحياة أيضا. صعوبة الحياة. المعرض يلقي الضوء على الإنجاز العظيم من لا شيء إلى كل شيء. نحن الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقف في مصاف الدول المتقدمة في العالم، بل أنها يشار إليها بالبنان للفترة البسيطة التي وصلت فيها إلى مثل ما يقال إلى النجوم. المعرض طبعا أنا ركزت أن يكون في إنجاز من كل شيء. هناك دور مغفور للشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه في النهضة العمرانية، في النهضة الاجتماعية، في الاقتصادية، في الصحة، في التعليم. لذلك تجد أن زوار المعرض يعني يتفاجؤون بأن هذا الرجل كان يمد الخيوط لكل مناحي النهضة في هذه الدولة وأمسك بها جميعا ومضى بنا إلى ما نحن فيه الآن. جميل. نعم. جميل جدا نشوف مثل هذه المعارض التي تكرس. نعم. أعمال الشيخ زايد رحمة الله عليه، ونعرف الأجيال القادمة والأجيال الحالية بالأعمال التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد. هذا تكلمنا عن المعرض. نعم. باقي معرضين ما تكلمنا. نعم. عنهم. هناك معرض في استضافة للفنان السعودي عبد العزيز المبرزي. نعم. وهو معرض ماضٍ وذكريات من السعودية والإمارات. نعم. المعرض تم تصميمه ليحوي مجموعة من اللوحات تحكي الشبه والود والعلاقة الجميلة بين الدولتين. نعم. الفنان السعودي هو فنان تشكيلي طبعا. مه. زار الإمارات في أكثر من مناسبة، وضع بصماته على المباني العمرانية والقلاع والحصون. جميل. والأبراج. قارن بينها وبين ما يحدث في السعودية من نهضة عمرانية، ولكن من منظور فنان تشكيلي يلقي الضوء على جماليات المعمار تاريخيا وحضاريا. جميل. الفنان طبعا كان متواجد في يوم الافتتاح، وإن شاء الله بيكون متواجد في آخر أيام المهرجان أيضا. نعم. الفنان حريص جدا على أن يجمع جميع الإمارات في لوحاته. جميل. هناك 8 لوحات، كل لوحة منهم من إمارة ما عدا إمارة الشارقة لوحتين، وأيضا في المقابل بعض الملامح المعمارية في المملكة العربية السعودية في مناطق وفي أزقة قديمة وفي أسواق قديمة وفي ملامح إنسانية أيضا جميلة. نعم. للأمانة المعرض لاقى نجاح كبير جدا، حيث أن تصميمه كأنه بيت قديم سعودي. جميل. تدخل فتجد هذه الروائع بداخله. جميل. نعم. هذا المعرض الثاني، راح نتكلم عن المعرض الثالث، لكن كل هذه الثقافات الموجودة في أيام الشارقة التراثية، الثقافة السعودية، الثقافات العربية الأخرى حتى الأجنبية، كيف تشوفينها اليوم؟ هذا كيف تشوفين هذا التبادل الثقافي في إمارة الشارقة تحديدا؟ نعم. للأمانة دولة الإمارات حققت هذه المعادلة الصعبة. نعم. دولة الإمارات تحوي من جميع الأطياف، من جميع الثقافات، من نعم. جميع مناحي العالم، حضارات مختلفة، حضارات عريقة وحضارات وليدة سنوات قليلة. نعم. في دولة الإمارات نجد الشعوب تتآلف جميعها في حب هذا الوطن. صحيح. وتتآلف جميعها في احترام هذا الوطن. نعم. وفي احترام ما ينأش عليه الأجيال. أنا الآن لا أخفيك يعني إذا أنا في أطفال من جاليات أجنبية لا تتكلم اللغة العربية يدخلون إلى معرض زايد فتجد الأب يقول له هذا زايد الذي حدثتك عنه. ما شاء الله. زايد لم يكن في عهد هذا الطفل الصغير، ولكن نعم. أبوه كان موجود. ولما نعم. بدينا نسألهم فقال أنا مدين لهذا الشخص
بانه صحيح. اصبح بالنسبه لي رمز احتذي به. بالنسبه لنا نحن في دوله الامارات، في امارات شارقه، هذه المعادله ليست صعبه بتاتا. نعم. هذا التوافق الاجتماعي وهذا النسيج الجميل الذي نسجناه وعشنا وتعايشنا مع هذه الثقافات بكل احترام. نعم. احترم الاخر فيحترم ثقافتنا، لذلك ابدا هذه المساله لا تشكل بالنسبه لنا اي مشكله. نعم صحيح، حتى نشاهد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من مختلف الجنسيات من مختلف الثقافات يشاركونا في أفراحنا مثل اليوم الوطني، يشاركونا أيضا في المعارض التي تقام في دولة الإمارات، مثل هذه المهرجانات أيضا تقام سواء كانت في إمارات الشارقة أو مختلف مدن دولة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله دولة الإمارات العربية المتحدة دولة المحبة والألفة بين جميع أفراد المجتمع. جميل، نتطرق الآن إلى المعرض الثالث الذي يقام في أيام الشارقة التراثية. المعرض الثالث هو معرض مع صقلية معالم وشواهد. نعم. للأمانة هذه الفنانة الجميلة فوتوغرافية. هي فنانة تلتقط بكاميرتها ملامح من تاريخ هذه المدينة الجميلة صقلية. نعم. وهناك طبعا في حضارة صقلية تشابه كبير بين الحضارة العربية وحضارتهم. صحيح. وكان أيضا لتواجد العرب في مالطا قديما، وبعض المفردات ما زالت تستخدم إلى الآن من اللغة العربية. نعم. هذه الفنانة تقدمت بطلب للمشاركة، هي نعم. تتابع هذا المهرجان سنويا. هي جميل. فخورة جدا بما يحدث كل عام، وأخبرتني أن هي يعني كانت تسعى للحضور المهرجان حتى لو لم تشارك، ولكن عندما تقدمت بهذا الطلب لاقت استحسان طبعا اللجنة نعم. المعرض، حيث أن أولا نحن هذا المعرض مختلف، ليس صور، وهو مجرد معالم للعمارة التقليدية في صقلية. مباني قديمة وتاريخية جدا من قرون، وما زالت محتفظة بأصالتها. هذا ضمن رؤيتنا وضمن ما نسعى عليه في معهد الشارقة التراث من ترسيخ هذا احترام المكان واحترام الذاكرة واحترام كل ما يعني حدث في هذه الأماكن، لأن هذه هي ذاكرة المكان، في النهاية هي تشكل هويتنا المستقبلية للأجيال. أكيد طبعا. لو نتكلم عن الإقبال لهذه المعارض، كيف كان الإقبال لهذه المعارض؟ الإقبال طبعا نحن بالنسبة لنا حرصنا هذا العام أن يكون هناك سجل للزوار، يعني على الأقل أنهم يسطرون بعض الكلمات أو حتى كتقييم أو حتى إحصائية. نعم نعم. الإحصائية هي طبعا يقوم بها طبعا لجان أخرى في إحصاء هذا يعني أعداد الزوار في كل مكان، ولكن أنا أتكلم عن رأي الزوار، وهذا يهمني لأن هذا الدافع والمحفز مستقبلا لتحسين ما غفلنا عنه أو الاستمرار فيما نحن فيه إلى الأفضل. الآراء كلها كانت إيجابية للأمانة، يعني كان العاطفة في هذه المعارض يمكن هي الطاغية. معرض زايد ذرفت فيه الدموع من المواطنين وغير المواطنين. طبعا نحن بصوته في هذا المكان جعل المكان خصوصية، يعني يمكن جمالية أكثر. جمالية أكثر يمكن. نعم. بعض الأشخاص في بداية الأيام كانوا يفكرون أنه مسجد، فكان الكل يأتي عشان يصلي فيتفاجأ في صورة الشيخ زايد في المقدمة، كمية الترحم على هذا الراحل العظيم، كمية الدعاء لهذا الرجل العظيم، يعني إحنا أثلجت صدورنا. أيضا المعارض الأخرى، المعرض السعودي وأيضا المعرض الصقلية، هذا التنوع هو أثر المكان وأثر الحدث، وإحنا إن شاء الله بإذن الله يعني ماضين في هذه التجربة، لأن نحن استضفنا حتى معارض لفنانين عالميين. نعم. سابقا في الأيام إحنا استضفنا فنان ألماني اسمه كروستوف، كان عايش في دولة الإمارات وبهر بمبانيه، وكان يرسم مباني حتى لم تعد موجودة، وكان معرضه من أنجح المعارض في سنة 2015. إحنا هذه السياسة أثبتت نجاحها، لأن هذا المهرجان ليس لتراث الإمارات فقط، هذا صحيح. لتراث الإنساني بشكل عام. نعم. مثل ما ذكرتي كل سنة يكون في شيء جديد من قبلكم، هالسنة شو جديدكم في أيام الشارقة التراثية؟ طبعا إحنا في أشياء، في ثوابت في أيام الشارقة التراثية نحرص أن تكون موجودة. التعريف بالتراث الإماراتي من خلال البيئات، من خلال مقتنيات الكثيرة. يمكن أنت تشوف تشابه في المقتنيات اللي تستخدم في كل البيئات في كل إمارة. نحن نحرص طبعا في كل عام أن يكون في إضافة، في ضيوف من الآن. طبعا السنة هذه نحن مثل السنوات اللي مثلا السنة الماضية وهذه السنة بدينا في استقطاب طبعا مشاهير السوشيال ميديا، لأن هؤلاء المشاهير يعني لديهم جمهور يمكن يعد بمئات الآلاف. وللأمانة يعني أثبت نجاح مثل هذا النوع من التسويق، لأن الآن الأجيال يعني تتابع مثل هذه الشخصيات، وخاصة الشخصيات المثقفة والشخصيات الهادفة والبناءة في المجتمع. نعم. كان الجديد أن احنا نستضيف بعض الأسماء المشهورة، وأيضا كان لهم دور في
إثراء الحدث من خلال التسويق له. جميل. في بعض الأشخاص عندهم ركن خاص أو مثلا غرفة خاصة أو متحف صغير في البيت خلينا نقول، كيف يقدرون يشاركون في هذه الأيام على سبيل المثال؟ نعم، احنا عندنا كان من ضمن الأيام كان في عندنا ركن للمزاد التراثي، وكان يحرص بعض الأشخاص على يعني جلب مقتنياتهم وعمل مزاد بغرض البيع. نعم. ولكن مؤخرا صار التوجه ان احنا راح نقوم بمعارض شخصية، لأن مثل هذه المقتنيات حفظها بالإضافة إلى عرضها بما يليق فيها هو هذه الأمانة التي يعني تقع على عاتقنا، لأن نحن ليس الهدف بس أن نحن نبيع هذه المقتنيات ثم توضع في بيت آخر، نحن نبغي أن هذه الأشياء تستمر من خلال عرضها بما يليق فيها بمقتنيات، بكلمات، بمنشورات مصاحبة باللغة العربية والإنجليزية، ثقافة متنقلة. المعرض المتاحف الشخصية ستكون إن شاء الله ضمن الخطة القادمة لنا نحن إن شاء الله، لأن الكثير من مقتني الآثار ومقتني التراث يعرضون علينا مثل هذه الأمور، ولكن طبعا هذه تحتاج إلى دراسة معينة وتوثيق، وأيضا تحتاج إلى رصد تاريخ هذه المقتنيات حتى تعرض بالحقائق الفعلية لهذه المقتنيات. نعم طبعا. في الأخير رئيس لجنة المعارض المقتنيات في أيام الشارقة التراثية الأستاذة ذكريات معتوق، شكرا على حضورك معنا اليوم في هذه التغطية، واتمنى لكم إن شاء الله التوفيق دائما وأبدا. شكرا جزيلا. شكرا لكم. مشاهدينا طبعا احنا مستمرين معاكم في تغطية أيام الشارقة التراثية، سواء كانت هنا في إمارة الشارقة أو حتى المنطقة الشرقية. جميع قنوات مؤسسة الشارقة للإعلام إن شاء الله ستكون مغطية لكل الفعاليات التي ستكون في إمارة الشارقة ومناطقها. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من هنا من القرية التراثية، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإن شاء الله ألقاكم غدا في تغطيات جديدة وتراثية. إذا ذلك الحين تقبلوا تحياتي ومع السلامة.